اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من مايند باور. هنتكلم عن ايه اللي تعمله الصبح في خلال يومك وقبل ما تنام يزود المايند باور ويحسن من ادائك. تو ستارت يور مايند، اصحى بدري. لما تصحى بدري نعمل ثلاث حاجات. اول حاجه تعملها انك تاخد شاور، فرصه تسترخي، تريفريش، كمان تريلاكس وتركز جدا ايه اللي هتعمله في خلال يومك. تاني حاجه تاخد وجبه الفطار. وجبه الفطار من اهم الحاجات اللي بتغذي العقل، ودايما ركز وجبه الفطار انك تاكل فيها حاجات فيها سكريات كاربوهيدرات، لان معروف ان العقل هو الغذاء بتاعه السكر. ودايما اربط وجبه الفطار بالقهوه. القهوه معروف عنها ان هي بتحسن من خلايا المخ وبتعزز وتنشط قدرات العقل. تالت حاجه ركز في يور ليست، ايه التاسكات اللي عندك، ايه الاوبجكتيفز اللي محتاج تشتغل عليها في خلال يومك. في هارت اند مايند لون انستيتيوت عملنا سيستم بسيط كل واحد فينا يقدر ينفذه في خلال يوم. EEM 20M، الايه الاولانيه تو ايت. في انواع اكل كتير نقدر نزود بيها المايند باور. احنا اخترنا 5 انواع من الاكل نقدر نزود بيها المايند باور ويغذي بيها عقلنا. ابسط حاجه نقدر ناكلها هي الشوكولاته، بس الشوكولاته الغامقه، لان دي الشوكولاته اللي بتزود وبتحسن من قدرات عقلنا. ومعروف كل الناس بتحب الشوكولاته، عارفه ايه، لما تاكل شوكولاته بتحس بنشاط. تاني حاجة، كل ما هو محتوى على فيتامين كي من البروكلي، الموز، الطماطم، كل الوجبات دي بتزود المايند باور. وجبة السمك، معروف اي حد بياكل اكل السمك بيحس قد ايه بالباور والطاقة اللي بتوصله. رابع اكلة هي المكسرات، ومعروف المكسرات والجرينز والسيريس، كل الحاجات دي بتزود وبتغذي خلايا العقل. خامس حاجة، كل انواع اللبن او الالبان والبيض، الاكلات دي كلها بتزود وتعزز من قدرات عقلنا. الايه التانية، الاكسرسايز. في اكسرسايزز كتيرة جدا والتمارين كتيرة جدا، بس احنا في هارت اند مايند لون انستيتيوت عملناها ترتيب. ابسط حاجة واسهل حاجة تعملها جاست سمايلينج، فكر بتفاؤل، فكر بشكل ايجابي. تاني حاجة، التمارين اللي محتاجة حركة تسخن بيها جسمنا وتزود الدورة الدموية. تالت حرف كان الام هو الميوزك، وانواع الميوزك كتيره جدا. الميوزك بتتقسم لكل نشاط احنا بنعمله في يومنا. في ميوزك بتساعدنا على القرايه، في ميوزك بتساعدنا على التركيز، في ميوزك معموله للفيزيكال اكسرسايز، الناس بتتحرك كتير وبتعمل مجهود، في ميوزك معموله تزود المايند باور. افضل نوع ميوزك ممكن نستخدمها الصبح اول ما نقوم هي انرجيتك ميوزك، الميوزك اللي تدينا باور وبتدينا طاقه. في ميوزك معمولة تزود المايند باور بتاعتنا. يفضل الصبح انك تسمع ميوزك فيها انرجي، انرجيتك ميوزك، على عكس في خلال يومنا او قبل ما ننام نسمع كلاسيكال ميوزك اللي هي موزارت افكت. الموزارت افكت بيزود الاي كيو من 8 ل 9 درجات، وده دليل قد ايه ان الميوزك بتافكت اور مايند وبتزود المايند باور بتاعتنا. قبل ما ننام نعمل ايه؟ يفضل دايما تخلص كل حاجه قبل ما تنام وتدي لنفسك بريك ساعة قبل ما تنام. الساعة دي هتعمل فيها بعض الحاجات، هتعمل 3 حاجات. أول حاجة تبعد تماما عن أي حاجة إلكترونيك أو أي حاجة برضو تشوش عقلك. تاني حاجة ما تاكلش أي حاجة تقيلة وما تشربش أي نوع من أنواع المنبهات. صفي عقلك، شوف إيه اللي عملته في يومك، إسكان حلو تقدر تزود منه وإيه اللي محتاج تعدله. ابدأ اعمل لستة بكل المهام اللي عندك اليوم الثاني. EEM 20M يعني تاكل، تعمل اكسرسايز، تمارين، تسمع ميوزك في خلال 20 دقيقة. خلي ده كل يوم تعمله، اوعدكم هتحسوا قد ايه الفرق. تابعونا على هارت اند مايند لون انستيتيوت، البيج بتاعتنا على فيسبوك واليوتيوب. شكرا.